أرد في length L equals 10 سنتيمتر من 10 ل 20 carries positive charge of linear density 5 micro coulomb per meter displaced on the x-axis between x بتساوي 10 سنتيمتر 20 سنتيمتر عشان ده فيجر. calculate the potential يعني عايز ال V of أو at the origin هنا. احنا عارفين ان ال V بس هنا يبقى في دي في ان هناخد شريحة بتساوي ال K كيو دي كيو على ال R. طبعا الشريحة صغيرة اهي عرضها دي اكس وعليها لمدة بتساوي اذا ال V تكامل ال K الدي كيو عبارة عن لمدة دي اكس تقسيم الار. الار اللي هي عبارة عن 10 زائد او نقول المسافة اكس من الاوريجين غطينا اكس يساوي الكيف اللمدة دول ثوابت تكامل دي اكس على اكس طبعا من بوينت 1 لبوينت 2 طبعا ده لين الكي 9 × 10 أس 9 اللمدة 5 × 10 − 6 لن اكس من بوينت 1 لبوينت 2 يساوي طبعا لن اكس يا اما تقول لن بوينت 2 ناقص لن بوينت 1 او لن بوينت 2 على بوينت 1 يعني لين 2 لين 2 لان لين بالماينس تحول بتقسيم في 45 × 10 أس 3 يطلع 31.2 × 10 أس 3 فولت.